أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بفوز دراج فريق البحرين فيكتوريس للدراجات الهوائية في البوهوس بالمركز الأول وحصوله على القميص الأخضر في طواف هنغاريا. وأكد سموه أن هذا الانتصار امتداد لسلسلة من النجاحات التي حققها وما زال يحققها فريق البحرين فيكتوريس للدراجات الهوائية في المشاركات العالمية الكبرى والتي يزينها اسم مملكة البحرين، مشيرا سموه إلى أن نجاحات الفريق تأتي بفضل تكاتف وتعاون أفراد الفريق من فنيين وإداريين ودراجين وكافة العاملين في الفريق. وأوضح سموه أن الفترة الماضية شهدت تفوقا كبيرا لفريق البحرين فيكتوريس للدراجات الهوائية في المشاركات، سواء في المشاركة كفريق أو كأفراد، حيث حققوا العديد من النتائج المتميزة التي تساهم في مواصلة الترويج لمملكتنا الغالية في المحافل الخارجية والسير بخطى ثابتة نحو المساهمة في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030. أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد عن خالص تهانيه إلى الدراج في البوهوس وحصوله على القميص الأخضر في طواف هنغاريا، مشيرا سموه إلى أن هذا الانتصار سيكون دافعا كبيرا للفريق في مواصلة حصد الإنجازات في المشاركات الخارجية.